صلى الله عليه وسلم. سمعت الوالد يقول السائل: هل أصحاب الطرق الصوفية يقال عنهم مشركين وخارجين عن الملة بالرغم من التزامهم بأركان الإسلام؟ وهل يجوز الزواج منهم؟ هم كلهم سوا يا أخي، ما هم كلهم سوا. أحد عنده كفر وشرك، وهو الذي يدعو غير الله ويعتقد في المشايخ أنهم ينفعون ويضرون ويدعو الموتى، هذا مشرك سواء صوفي أو غير صوفي. ومنهم من هو مبتدع، منهم من هو مبتدع الذي ليس عنده شرك، فالتصوف أصله ابتداع فهو مبتدع، لأن التصوف مبتدع. والبدع تختلف، تختلف البدع الحكم عليها. والزواج تزوج ممن لم يرتد عن دين الإسلام، تزوج ما دام أنه ما عنده ناقض، ما عنده ناقض من نواقض الإسلام، إنك تتزوج منه لأنه مسلم. نعم.